مساء الخير. طبعا معكم أحب أحييكم كلكم على جايتكم، وأشكر نادي رؤية الحقيقة وأخت بسمة وأخ محمد بالأخص، لأن يعني هم اللي طرحوا فكرة أن يقدم هذه الأمسية. الموضوع هو حول الجاحظ وآراءه، خاصة في التكيف، وهو موضوع أنا قاعد أبحث فيه صار لمدة تقريبا صار لي سنة وشهرين قاعد أبحث عن آراء علماء المسلمين والعرب اللي بالحقبة الذهبية كما يقال، كما تسمى، يعني آراءهم في الأفكار اللي لاحقة تبلورت وظهرت منها الداروينية. فواحد من اللي تكلم عن عني عبد الرسول، خذ ورقة، نعم حالك. فواحد من اللي تكلم في أمور لفتت انتباهي الجاحظ طبعا أبو عثمان، وطبعا يعني كبداية بتكلم شوي عن انطباعي حول الجاحظ وانطباعي حول كتاب الحيوان، وبعدين ندخل في المقتطفات من الكتاب اللي أشوف أنها تهم الموضوع موضوع التكيف. وطبعا هذه الصور نسخة من القرن الرابع عشر من كتاب الحيوان، عثر عليها في أوروبا أعتقد، ما أدري بأي أرشيف، والصور اللي فيها وايد جميلة، فأنا حاولت أن أراويكم كثر ما أقدر من هذه الصور. طبعا الجاحظ يعني اكثر اغلبكم يعرف معلومات عنه اكثر مني، ولا ابي ابلش اعرف فيه. هو طبعا مواليد البصره، وهو من اصل يقال انه اصله حبشي، بس هو يده كان مولى بني كنانه وانتسب لبني كنانه، ويعني هو كان كاتب واديب مشهور في العصر العباسي الاول. اشهر كتبه يخلط فيها الجد بالهزل، مثلا كتاب البخلاء، وأيضا البيان والتبيين يعتبر من الكتب الشعرية الأساسية، وكتاب الحيوان اللي أنا اللي راح أحاول أقدمه اليوم. من الجمل الحلوة اللي قيلت في الجاحظ هذه الجملة حول شغفه بالكتب وبالمعرفة، طبعا لم أرى قط ولا سمعت من أحب الكتب والعلوم أكثر من الجاحظ، فإنه لم يقع بيده كتاب قط إلا استوفى قراءته كائنا ما كان، حتى أنه كان يكتري دكاكين الوراقين ويبيت فيها للنظر. هذا أحد المرويات عن أحد الشهود للجاحظ. والجاحظ إذا تبي تفهم الجاحظ تاريخيا لازم تفهم فرقة المعتزلة إلى حد ما، لأن الجاحظ كان من أهم رواد الفكر المعتزلي في ذاك الوقت. ومما ساعد الجاحظ على أنه ينتشر وتنتشر أفكاره أنه هو ظهر في عصر اللي المأمون خلى الفكر المعتزلي هو الفكر الرسمي للدولة، فصارت كتاباته يعني فيها نوع من الجرين لايت الرسمي أنها تطرح. لو هو موجود في عصر آخر يمكن كتاباته ما كانت بهذا ما تروج لها بهذا الشكل، فهو استغل هذا الشيء. وطبعا هو ما يحتاج إلى هذا الاستغلال، بس لو يب عصر ثاني كان حتى على عظمة كتاباته كان ما وصلت لنا بالشكل اللي وصلت له. طبعا المعتزلة أهم ما امتازت فيه هذه النقاط الخمس، اعتمادهم على العقل، وهذا الشيء واضح كيف ان فاد الجاحظ، واعتماده هو على المحاججة العقلية، وإيمانهم الكبير في العدالة، وطبعا رأيهم بأن القرآن مخلوق هو اللي سوى الشوشرة أيام المأمون يوم خلاها مذهب الدولة الرسمي، والحرية أيضا للمعتزلة، ووجود منزلة بين الإيمان بين الجنة والنار، آسف مو بين الإيمان والكفر، بين الجنة والنار، ما يميز الجاحظ. والمعتزلة كانوا يعتمدون على فن محاججة يسمى فن الكلام أو أسلوب الكلام، وهي نوع من الفلسفة البدائية في العصر الإسلامي، كانت نوع من إلقاء الحجة باستخدام الفكر العقلي والمنطق العقلي.
طبعا هي هم عالم واسع إذا بنتكلم فيه، أنا بس اختصرتها. وأنا أحب هذه أيضا، أحد الرواة لاحظ الجاحظ كيف يستخدم أسلوب الكلام، وكتب جملة مدح الجاحظ في استخدامه لهذا العلم، فيقول عن الجاحظ أنه كان واسع العلم بالكلام، كثير التبحر فيه، شديد الضبط لحدوده، ومن أعلم الناس به وبغيره من علوم الدين والدنيا. وإذا تدبر العاقل المميز أمر كتبه علم أنه ليس في تلقيح العقول وشحذ الأذهان ومعرفة أصول الكلام وجواهره وإيصال خلاف الإسلام ومذاهب الاعتزال إلى القلوب كتب تشبهها. يعني كتب حببت الناس بالاعتزال وحببت الناس في علم الكلام. والجاحظ واضح في مدافعته عن علم الكلام وعن الاعتزال، وأيضا واضح في أنه يقول أن الدولة لازم تكافئني على شكذر أنا دافعت عن هذا الفكر الرسمي مال الدولة. يعني هو كلامه أيضا كان يحاول يتوصل إلى نوع من المكان، وما كان راضي على العباسيين كيف كافؤوه على كتبه. وطبعا مما يقال أن الجاحظ كان هو معلم الأمين والمأمون لما كانوا صغار، فتأثرهم في يعني مشترك. شنو كتاب الحيوان؟ أيضا بذكر انطباعي، لأن كتاب الحيوان بروحه تقدر تتكلم عنه وتبحر فيه. وهو حاول الجاحظ يجمع بين العلم اليوناني القديم في الحيوانات، وبالأخص طبعا كتاب أرسطو في الحيوان، اللي هو عبارة عن كتابين يحتوون رسائل عديدة كتبها أرسطو في الحيوان، جمعت في العصر الإسلامي الأول وترجمت واستفادوا منها علماء العرب والمسلمين. الجاحظ استفاد من الفكر الأرسطي وايد في الحيوان، لكن الإضافة اللي أضافها وليش كتاب الحيوان يعتبر كتاب مميز لنا يعني للعرب، هو الأشعار العربية في الحيوان اللي أضافها على العلم اليوناني، فصار الكتاب يمزج بين العلم والأدب في الحيوانات، فتدخل على حيوان وانتم بكرامة يذكر الفكر اليوناني شنو قال عنه، ويذكر الشعر العربي، وأيضا يذكر قصص ونكت وطرائف من التراث العربي والشعبي والعراقي في ذاك الوقت في هذه الحيوانات. فهذا اللي يعطي الكتاب ميزة. والكتاب في 7 مجلدات، وهو يعني دائما أنصح الإنسان إنه إنه يتصفح على الأقل بعض صفحاته، لأنه من أجمل الكتب الأدبية العربية في موضوعها وفي تشويقها للقارئ وفي معلوماتها. والجاحظ يعني في هذه الجملة عرف منهجه في كتاب الحيوان، أن الأدب العربي والشعر والقصص العربية هو يشوف أنها فيها نفس المعلومات اللي يابوها اليونانيين وأرسطو عن الحيوان، لكن بطريقة أدبية وطريقة فيها نوع من الحكمة وما إلى ذلك. فهو كان يعتقد أن الشعر العربي نفس يبرهن الكلام اليوناني الفلسفي حول الحيوانات، فكان يشوف أن أثنيناتهم يأتون بنفس النتيجة. فيقول هذه الجملة وايد حلوة في تعريف كتاب الحيوان: وقل معنى سمعناه في باب معرفة الحيوان من الفلاسفة، يعني من اليونانيين ومن أرسطو بشكل خاص، وقرأناه في كتب الأطباء والمتكلمين إلا ونحن قد وجدناه أو قريبا منه في أشعار العرب والأعراب وفي معرفة أهل لغتنا وملتنا. يعني واضح المنهج أنه يعتقد أن الأدب العربي في نفس الحقائق اللي يتوصل لها الواحد من خلال الفلاسفة والمتكلمين. طبعا هذا كلام فيه أخذ ورد، لكن في نوع من الصحة، لأن اللي يعايش هذه الحيوانات بالبرية طبعا يقدر يتوصل إلى حقائق أسرع مما يتوصل لها واحد كاتب قاعد في أكاديميته وقاعد يقرأ، ففي نوع من الصحة. وهذه رسمة للنعامة العربية أو النعامة السورية المنقرضة، انقرضت في القرن 20، والجاحظ
طبعا هذه الرسومات مو رسومات الجاحظ، رسومات احد من النساخ بعد الجاحظ، بس فيها امور مميزه اذا واحد يشوفها. في قبل لا ننتقل في نقطتين او اقتباسين للجاحظ في كتاب الحيوان ترتبط في عملية تطور وأقلمة الحيوان. أولا اقتباس العلماء في الغرب في بداية القرن العشرين لاحظوا أن في بوضوح يسطر عملية صراع من أجل البقاء. طبعا عملية صراع من أجل البقاء أساسها أن البيئة في مواردها شحيحة بالنسبة حق أعداد الحيوانات اللي تولد فيها أو النباتات، فينشب بينهم صراع على المكانة في هذه البيئة، وحيوان يحاول يقتل آخر وحيوان يحاول يعني ينحاش من الآخر. لكن أيضا ساعات الصراع يكون غير مباشر على الضوء مثلا اللي نشوف الشجر يتصارعون عليه، وعلى أمور كثيرة. فالجاحظ في اقتباس صار مشهور ذكر هذه العملية من خلال، يعني الحين راح نشوف تطبيق عملي لمنهجه في انه يجمع الشعر ويحاول يطلع الحقائق العلمية منه. هو حاول يفسر هذا البيت اللي فوق او يحاول يشرحه شرح علمي، والبيت هو ابو سهل الهلالي اللي هو كان كثير من شعره يمجد الخالق من خلال الطبيعة والحيوانات. فالجاحظ كان معجب بشعره، وقرأت مرة أنه هو قرر يكتب كتاب الحيوان بعد ما اطلع على شعره، بس مو أكيد هذه المعلومة. فإذا الجاحظ يحاول يشرح هذا البيت، والأبيات القصيدة كلها الجاحظ حاول يشرحها. فإذا يعني هالبيت مو يعني من بدء أبيات القصيدة، لكن هالبيت في شرحه ذكر في شرحه نشوف أنه كأنما هو أيضا شرح الصراع من أجل البقاء. فهذه إذا تبوني أقراها، فإن الجرذ يخرج يلتمس الطعمة فهو يحتال لطعمه. والكلام المايل هو الكلام المثير للاهتمام علميا، يعني كلمات نفس يحتال لطعمه وهو يأكل ما دونه في القوة، هذا كلام نقدر نسميه في نوع من الداروينية، في نوع من اللي يوحي بالتطور، كنحو صغار الدواب والطير وبيضها وفراخها، ومما لا يسكن في حجر أو تكون أفاحيصه على وجه الأرض، فهو يحتال لذلك ويحتال لمنع نفسه من الحيات ومن سباع الطير. يعني هو من جهة يحاول أن يحتال ليأكل، ومن جهة يحتال ليمنع نفسه، والحية تزيغ الجرذ لتأكله. ونفس الشيء يدخل على حيوان ويذكر نوع من الفنون في أنه يصطاد حيوان آخر أو يهرب من اصطياد حيوان آخر، وإلى آخر الاقتباس. وهذا الاقتباس مثل ما قلت بات نوعا ما مشهور، كل ما تبحث عن الجاحظ في آراء الاستباقية للعلم الحديث دائما يظهر لك هذا الاقتباس، وهو واضح في أنه يعني في نوع من الصراع من أجل البقاء شرح الجاحظ. والصراع من أجل البقاء الجاحظ مو أول واحد بالتاريخ يتكلم فيه، اليونانيين تكلموا فيه بشكل أيضا واضح. لكن اللي يميز الجاحظ أن هذه الملاحظات ما أخذها من اليونانيين، ولا هذه ملاحظات، يعني ملاحظات مبين أنه هو متفكر بالموضوع وهو ظهر في هذا الموضوع. فإذا الموضوع أن الحيوان عنده فنون في الصيد وفنون في الهرب من اللي يحاول يصطاده، هذا يعد بشكل يعني كما رأى العلماء من سابق أنه يعد يعني ترجمة للصراع من أجل البقاء. وأيضا في واضح تكيف الحيوانات مع الاصطياد ومع الهروب من الحيوانات الأخرى. وآخر جملة يحاول يعلل، يقول كأنه يقول هذا مذهب في أكل الطيبات بعضها لبعض، وليس لجميعها بد من الطعم، ولا بد للصائد أن يصطاد، وكل ضعيف فهو يأكل أضعف منه، وكل قوي فلا بد أن يأكله من هو أقوى منه. والناس بعدين يعلل يدخل على أمور البشر. هذه الجملة الأخيرة أيضا جملة وايد ذات دلالة مهمة في موضوعنا. هذا موضوع الصراع من أجل البقاء، أنا مريت عليه مرور سريع لأنه هو موضوعنا الأهم، وهو
هذا طبعا التمساح وشلون الطير ياكل بقايا. موضوعنا المهم هو ذكرى للتكيف، لان في نوع من الميزه للجاحظ في ذكرى لموضوع التكيف. اول شيء، ما هو التكيف؟ التكيف هني في تعريف علمي للتكيف، وهو ان الحيوان يحاول يتاقلم مع المتغيرات اللي تحصل في بيئته، وهذا اساس مهم في تطور الحيوانات. فكل حيوان وكل نبات يحاول ان يتاقلم مع بيئته ومع التغيرات اللي تحصل في بيئته، فمع الوقت ينتج نوع من الحيوان او من النبات اشد كفاءه في انه يتعايش بهذه البيئه، واللي ما يقدر يتعايش ولا يتغير ليتاقلم معها يعني يسقط في الصراع من اجل البقاء اللي تكلمنا فيه. فهذا هو التعريف للتكيف. وراح نشوف ان الجاحظ يا باقتباس، وانا كنت احب ان نفتح باب النقاش وبدون لا انا ادلي برايي حول الاقتباس، اذا ما هو فعلا تجدون ان هذا الاقتباس هل هو فعلا يشرح موضوع التكيف، او ان احنا قاعد نقراه بهذا الشكل لاننا نحاول ان نجد فيه شيء مو موجود فيه. فنقرا الاقتباس، وانا افضل كل شخص يقرا لحاله علشان تدخل المعلومه. طبعا الكلام اللي بالبولد هو الاقتباس، وبعدين في شروحات انا حاطها عشان اختصر الموضوع. هو استهل الفكرة انه يتكلم عن هذا الامر، كان قاعد يناقش موضوع المسخ، فهو هذا موضوع المسخ هو اللي خلاه يدخل في هذا النقاش اللي راح تشوفونه اللي قاعد تقرونه تحت. شنو أكثر جملة لفتت انتباهكم في هذا الكلام؟ القملة؟ إيه صدق. هذه: وترى القملة في رأس الشاب الأسود الشعر سوداء، وتراها في رأس الشيخ الأبيض الشعر بيضاء، وتراها في رأس الأشمط شمطاء، وفي لون الجمل الأورق، فإذا كانت في رأس الخضيب بالحمرة تراها حمراء، فإن نصل خضابه صار فيها شكلة من بين بيض وحمر. فأنتم ملاحظين أنه قاعد يقول أن القملة تتكيف على لون اللحية اللي هي موجودة. أنا استخدمت كلمة تتكيف بس يعني هذا مو كلام علمي، لأن احنا قاعد نحاول نطرح النقاش. فهل تلاحظون أنه فعلا يطرح الأمر على أن هذه القملة تتغير لونها مع اللحية اللي هي تكون موجودة فيه؟ وهل هذا انطباع، هل هذا يعني يوحي بنوع من التكيف كما نعرفه اليوم في علم البيئة، في علم الأحياء؟ شو؟ نفس اللي صار ببريطانيا لما في العصر الصناعي تحول لون البعض
حشرات اللون الاسود كيف مع اللي صار يعني الدخان وكذا، هي نفس المعنى تقريبا. بس هذولاك تكيفوا على مدى اجيال ولا تكيفوا هم نفسهم؟ لا خذوا وقت اكيد على يعني مدى اجيال، يمكن فتره طويله لغايه ما تكيف. تقدر نقول نفس الحذاء اللي تغير لونه. اي بس هذا ما يعتبر تكيف. يعني لما يفرخون لونها بيكون متغير. هذا هو التكيف بالمعنى اللي نعرفه بيولوجيا اليوم. بس هل هو كلام الجاحظ من هذا النوع ولا من نوع الحرباء اللي هو يعتبر الحيوان بذاته في نفس الوقت يتكيف مو مع الأجيال؟ هذا النقاش اللي حاب أطرحه. المعنى الأول. يعني تعتقد انه هو نفس المعنى التكيف اللي التكيف حسب الظرف. اي شلون يقول اذا حطيته اذا صبغ لحيته تتغير لونها؟ يعني صبغها يعني مع اللحيه ولا شلون؟ اي طبعا حسب المكان المحيط اللي عايشه فيه. حتى يقول في راس الخضير يتغير بينما لو كان الاخضر يكون طويل الامد ممكن يتغير على مدى سنين. إيه بس هو رأيه الجاحظ طويل الأمد على مدى أجيال ولا بالجيل الواحد؟ بس عندي مجال مختلف. أنا عما أعتقد أن الجاحظ لما ينطلق في وجهة نظره ما ينطلق على أساس النظرية اللي موجودة حاليا، النظرية البيولوجية للتكيف. أعتقد أنه ينطلق من نظرة دينية، ملاحظة للقدرة الإلهية في الكائنات وكيف الله سبحانه وتعالى وهبها هذه القدرة. صحيح. أعتقد أن هذا صحيح. لا هذا صحيح، لأن جميع حديث الجاحظ هو من نوع تبيين القدرات الإلهية، هذا شيء واضح بكلامه. بس كلا الحالتين هل هو يشرح مثل ما قال، هل هو يشرح التكيف اللي نعرفه اليوم؟ أنا بصراحة ما أعرف إجابة هذا السؤال، لأن مرات أحس مرات أحس أنه قصد على الأجيال، مرات أحس لا خاصة في أن إذا صبغ شعرة تتغير لونها. بس هذا في شغلة، يعني هل القملح أو القملح اللي يقولها هل هي تمتلك هذا الشيء أنها تتغير في نفس يعني في فترة قصيرة جدا تتغير لونها؟ يعني هل فاهم هذا الشيء، هي تمتلك القدرة هذه؟ فإذا علمياً تمتلك معناته أن الجاحظ ما يقصد إذا ما تمتلك، إذا يقصد على المدى البعيد. إذا هو يقصد على المدى القريب مثل ما قالت أخت بسمة، فوق يظهر أنه يقصد على المدى البعيد، فوق في الجملة الأولى اللي على الأيام يذكر على الأيام بشكل واضح، وتحت بعد اللي هو في شغلة سيد معدل الاعمار في يعني حيوانات في حشرات، يعني معدل اعمارها ترى مو نفسنا. اي صحيح. تتكلم اجيال صحيح. هم لا ممكن يعني سنتين او اسبوعين او اسبوعين، فممكن يصير فيها تطورات. يعني هذه اجيال ممكن من هالباب. هذا لازم واحد متخصص بالحشرات يجاوب عليه. بالقمح اعتقد ان العمق كان البطء والتمايز يعني على ايامهم، يعني هذه الطريقه اللي هي شويه غير تحليل الامور ما كانت موجوده، كانت الطريقه المجازيه او الطريقه الادبيه كانت اكثر. إيه فهو هذا البحث حول هذا الموضوع هو مو انه قاعد نحاول نثبت ان الجاحظ باله حاول يستبق شيء حديث، لا هو مو خواطر، يعني تقدر تقول ملاحظات علميه على الماشي يعطيها مو بشكل دقيق. بس إذا كانت فعلا تعتبر سابقة إذا هو كان. وعموما مرة أخرى فإذا ما أدري هو طريقته كأنه عندها خيار
يغير لونه. الواقع مثلا في التكيف مو عندها خيار، يعني يصير شيء مو هو هني قاعد يفكر كانما خيار، كان هي لها قدره يعني. اي بس اللي فوق يعني لها قدره تغير لونها على حسب بس المكان. بس اللي فوق ما ذكر ان عندهم خيار ولا اللي تحت، يعني اللي حرت بني سليم كانما هما مع الايام. هو واضح هو ادرى بلا ملاحظه اكثر ما هي نظريه، يعني هي يوضح مو كنظريه بل إيه. نظريه للحين احنا قاعد نفهمها، موضوع ملاحظات معينه ممكن يطلع منهم استنتاج بس مو استنتاج كامل، يعني مجرد ملاحظات قاعد اشوفها. تفضل. هو كل الامثله اللي ذكرها كلها رابطها بالبيئه اساسا، صح الحيوان والانسان او صح كيف نفسه صح. اذا هي على ايامنا هذه الفيروسز اللي مثلا الانفلونزا كل سنه في لها تطعيم جديد لان هي قاعده تتكيف، صحيح الموضوع كله مرتبط بالبيئه، وهو يربطها بالبيئه ايضا لانه هو بالاساس ان الهواء هو اللي. اي ملاحظه ثانيه حول عندهم قدرات عاليه؟ لا لا الجاحظ مو إيه الجاحظ الجاحظ والجاحظ أيضا من مميزاته أنه ما يتكلم جد من أول، يعني يحاول أنه يضحك أو بس شوف ما أتوقع، يعني أتوقع كل كلمة مقصودة. أنا أتوقع مثلا اليوم كان ضحك شو؟ أنا ما أعتقد أن صدق قبل غير ما أدري. أنا ما أعتقد أنه هو سمع عن نوع من ال، يعني هو ذاكرها كمثال على فكرة عامة عنده اللي هو الكائنات تتغير عشان تتوافق مع الهواء مع البيئة مالتها، فهي عادها نوع من المثال على هالفكرة العامة مالته، فهذا يعطيها نوع من ال، كأنما هو فعلا يرى شيء قريب من التكيف. هو التكيف مرتبط عشان البقاء، أنا أتكيف عشان أبقى، يعني يعني ما تشوفين انه في بقاء الموضوع، بس ليش تتكيف؟ هو صراحة في البقاء، هي قاعدة تتكيف مع البيئة عشان تبقى. ايه فهو صح كبشر في احنا في بيئة جافة حارة، بنلبس ملابس معينة، بنطلع في اوقات معينة نتكيف مع البيئة، يعني مثلا لو طلعنا في الجو الحار مثلا بتصير غربة شمس و فالموضوع كله متعلق في البيئة، انا اتكيف عشان ابقى. صح، فهو اهم في تكيف من اجل البقاء. حتى هني النقطة يعني تعلموا من الحيوانات شلون تتكيف. شنو يقصد طباع، يعني طباع الفم كلمة وايد عامة، وين يعني اسمها قالت الأخت الموضوع ان اللبس وهذه الأشياء هذه مو من التكيف، نظرية تطورية، إيه هو أشياء من الجينات وأشياء بيولوجية يعني خاصة، فإذا هذا قصد بالطباع فموضوع ثاني كلش، موضوع ان أوكي كنا نتغير المسافة هذا شيء، هو أول شيء قاعد يقصد المسخ، هو لما يتكلم عن طباعهم يقصد الممسوخين اللي هم تحولوا إلى قردة حسب القرآن الكريم، فهو قاعد يقول هو ما يأيد هذا الرأي أن تغيروا بيوم وليلة، هو يميل إلى أن صار في نوع من التغير التدريجي إلى أن صار شكلهم يشابه القرد، هذا اللي قاعد يطرح. وهو على فكرة قاعد يدافع عن نقطة، لما تشوفون تحت هو قاعد يدافع، هو كان في فريقين، فريق هو قاعد يتناقش حولهم، فريق يؤمن بالمسخ الآني في تفسير الآية القرآنية، فريق يؤمن بال وفريق يؤمن هذا النوع. فهو قاعد يميل مبدأ إلى مبدأ المسخ إذا أتى مرتبا وطبيعيا بهذا الشكل اللي هو فوق، فهو يابى في هذا الإطار. ويعني قبل الختام في نقطة وايد أحب احنا تناقشنا أحب أذكرها دائما، اليونانيين أيضا أتوا على موضوع التكيف بشكل واضح في القرن الخامس قبل الميلاد، اللي هو إمبيدوكليس عنده قصيدة، وهذه القصيدة
كأنما يشرح فيها تكيف من خلال عملية الانتقاء الطبيعي في التكيف. وهذا يعني أنا دائما أحب أوضح لما نقول شنو كتبوا علماء المسلمين، أحب أذكر أيضا شنو كتب اليونانيين عشان يصير في نوع من الإطار التاريخي شنو الإضافة اللي أضافوها عليه. وعادة تكون الإضافة نفس النقطة ملاحظات، يعني الفكرة مطروحة من قبل بس هم لهم ملاحظات حولها. بس ما أعتقد بصراحة الجاحظ مر على هذه الفكرة عند إمبودوكليس، لأن ما تحسه من كلامه. ما شاء الله كان بلاد فلسطين ما خلى شيء ما راح فيه. شنو هو؟ يعني جاهز. لا هو مطلع على ثقافاتهم بس ما أعتقد إنه اطلع على هذه النقطة. ليش استبعدت إنه اطلع على النص ما اطلع على النصوص اليونانية؟ لا ما قلت ما اطلع على النصوص، ما اطلع على قصيدة اللي فيها التكيف، يعني ما أخذها من عنده، يعني هو مبين ملاحظته الخاصة مو إنه أخذها من عنده. ما أعتقد إنها كانت مترجمة لأن هي أرسطو ذكر. لا هي موجودة اليوم. هي القصيدة ضايعة، بس أرسطو وغيره اقتبسوا منها أبيات، فمن خلال هالأبيات لقوا فكرة التكيف موجودة. فأنا ما أدري إذا الكتاب اللي ذكر فيه أرسطو الأبيات مترجم للعربية، ما أدري يعني في ذاك الوقت. لا مو كتاب حيوان، كان ما أدري، ما أعتقد، لا أعتقد كتاب ثاني، ما أدري. بس يبين من طريقة ملاحظات الجاحظ إن هي مو يعني هو يابها كتفسير للمسخ ومو إنه يابها من يعني كشرح. وهذه الجاحظ دائما يعني من الآراء الحلوة اللي قريتها حول الجاحظ وكتاب الحيوان إنه هو ملاحظاته ما يهدف فيها إلى شرح الطبيعة بالمعنى العلمي اللي نعرفه اليوم أو حتى بمعنى أرسطو. هو يميل إلى شرح عظمة الخالق وقدرة الله وأيضا الدفاع عن الفكر المعتزلي والكلام. هذا إذا عندكم ملاحظات. أو طبعا الجاحظ بس مع نقطة أخيرة مو الوحيد اللي عنده ملاحظات نقدر نشوفها على أنها تستبق آراء في التطور. أنا قاعد أبحث وقاعد أكتب في هذا الموضوع أيضا أخوان الصفا، ابن مسكويه، ابن خلدون، ابن طفيل، وأيضا المسعودي، كلهم لهم آراء يعني مهمة اليوم إذا تبي تشوف استباقات في أمور تتعلق بالتكيف والصراع من أجل البقاء والانتقاء الطبيعي. كلهم لهم آراء مميزة، بس هذا الرأي للجاحظ أنا عندي مميز، يعني أكثر واحد تشوف فيه مجال انك تدافع عنه على انه فعلا يطرح امر واضح حول التكيف. ممكن لان اول واحد بعد من العرب هو ايضا استبقهم زمنا طبعا. ايه القرن الثالث الجاحظ الثاني والثالث صح. ايه هو من هو قبل كل اللي ذكرتهم بعدين. ايه هو هذا يميزه انه سابقهم وبس. وايد يذكر قصص اما قيلت له من ناس شافوا او انه هو ارتبط فيهم. طبعا اعتقد حق الانسان الحالي احلى شيء في الجاحظ قصصه، يعني حتى اللي ما له خلق الاشعار وما له خلق العلوم احلى شيء القصص اللي هو يسمعها من محيطه ويحاول او سمع مروياتها ويحاول يحطها في الكتاب حول الحيوانات وطرائف امور يعني وايد مميزه اللي يحب يقرا. هو اهم ذكي جدا كيف على الحوالين كيف نوصل المعلومه. رايك تقول عنها اسرح كل شيء سيناريو سيجيس مو معروف عنه انه يكتب بطريقه اسلوب لا لا مختلف، يعني هو غالبا تاتي ملاحظات في طور الشرح فكره ودائما عقليه الملاحظات. قد يذكر بعض البلدان
بما رأى من أشخاص منهم يعني ليس ضرورنا رحل إلى هذا البلدان. غالبا تحليلات عقلية وملاحظات عقلية بحتة من غير تجارب. هو أنا ما عنده لا عالم ولا فيلسوف أبدا يعني. هو إيه هو نقال حكي يعني شوي يعني. مفكر إسلامي يعني. ما إيه بس يعني ما يعني إسلامي بس وايد من قصص تحس إنها هي غير حتى اليوم مستحيل يخلون أحد يطبعها يعني بعض الكتابات اللي عنده في كتاب الحيوان. وهذا شيء مثير إنه قبل يعني الحرية في إنك تنشر أعتقد كانت أعلى من الحين بوايد يعني، وخاصة اللي يقرأ كتاب الجاحظ يشوف يعني. لا قبل ترى ممكن يقرأ فعاد يعني. إيه يعني الطوف أتوقع ما أدري شلون. أشوف هذا يتكلم عن التكيف قاعد يطبق الحذافير على نفسه. شلون؟ التكيف قاعد يطبق على الحذافير على نفسه. تكلم عن البيئة الإسلامية، الصيغة الإسلامية لها. اي ملاحظه طافتك خوش محاضره ملاحظه اخيره تفضل خصوص تطرقت للبحث التراث الاسلامي عن ما يتوافق مع نظريه التطور العلمي المعروفه حاليا صحيح كيف تجد ما هي اوجه التوافق ما بين التراث الاسلامي المبني على قاعده مختلفه تماما عن القاعده التي تقوم عليها نظريه التطور فعلى اساس نستطيع ان نؤول هذا التراث ونضعه او نصنفه على انه ينطبق على ملاحظات تحيلنا الى نظريه التطور بينما هي لها يعني مسارها في التراث الاسلامي ولها مسارها الديني البحت فوين الارضيه المشتركه بين الطرفين؟ الأرضية المشتركة ما في أرضية مشتركة هم أنت قاعد تتكلم فارغ زمني 800 سنة والعقل في الفترة الإسلامية أو الفترة الذهبية للعصر الإسلامي ما كان النهج المتبع مثل ما تفضلت هو يغلب على أننا بنشرح الكون عشان نشوف الحقائق التامة وعظمة الله وعظمة الخالق فيه يعني هذا كان هدفهم بينما العلم الحديث حتى على أيام القرن التاسع عشر كان يهدف إلى فهم الكون بس مو إلى معرفة الخالق فيه فهذه فكرة يعني هذا اختلاف أساسي ولكن أيضا علماء المسلمين والعرب ارتكزوا في العلوم مو على العقائد الإسلامية ارتكزوا على الفلسفة اليونانية وهذا شيء واضح جدا فكان ارتكازهم الأساسي على الفلسفة اليونانية يعني هذا موضوع أيضا للنقاش إذا في أحد يبي يطرح رأيه فيه أنا هذا رأيي يعني ما أشوف إنه في استغراب إنه أنا أحاول أجاوب على السؤال إن المسلمين كانوا واعين إن في بعض العلوم ما لها علاقة بالدين او يعني علم الكلام اللي كان يتقنه الجاحظ او غيره كان واعين لهذه الفكره بس يحاولون كثر ما يقدرون انهم يدخلون هذه المعلومات في اثبات وجود الله في تبيين عظمه وقدره الله سبحانه وتعالى بس هم واعين يعني كان واضح من نصوصهم ان كان عندهم يعني فكره العلم موجوده انا اللي مفصول عن الدين اعتقد ممكن انها تكون الملاحظات العلميه اللي تملك القدره على التكيف مع اي سياق توضع لانها ملاحظات علميه مجرده سواء كانت ملموسه او ذهنيه فنستطيع ان ناخذها من هذا السياق نضعها في سياق اخر تبقى كما هي كملاحظه علميه مع الجانبين ممكن هذه الارضيه اللي ممكن توضع هو انا في نقطه احب اوضحها بهالنوع من الابحاث هذا قريب من الاعجاز العلمي يعني انك تنظر الى نص اقدم وتحاول تجد فيه حقائق علميه وجدناها اليوم انا ما ادعي هذا الشيء وحتى اليوم انا حبيت افتح النقاش لان ما احب اشوف الجاحظ من عيون داروين لان اكيد راح احط في كلامه كلام ما قاله فانا حبيت اوضح يعني اول شيء شفنا التعريف العلمي للتكيف فهمناه بعدين دخلنا على كلام الجاحظ هل يطابق التعريف العلمي الحديث للتكيف
كيف ولا لا، وعلى أساسه صار النقاش. بس أنا أدري أن الجاحظ يعني ما كان هذا النقاش يدور في باله اللي احنا قاعد نناقشه اليوم، لأنه كان قاعد يشرح موضوع بعيد جدا، لكن هي ملاحظاته دقيقة ومثيرة، وهي اليوم نقدر نلتفت لها ونقول والله هذا كنا ياب موضوع احنا اليوم نعتقد ان اليوم احنا وصلنا له، لكن الجاحظ ذاكره ضمن ملاحظاته. يعني هو هذا النوع من العلم البشري يعني مبني على تراكمات عبر الاف السنين، يعني من الحضارات القديمه لحضارات اليونان للمسلمين الى العلم الحديث. اكيد ان داروين وغيره استفادوا من التراث هذا، اي طبعا، اللي عند الجاحظ، اللي عند اليونانيين، اللي عند غيره. يعني في كل، حتى في علم الفلك وعلم كل العلوم يعني استفادوا منه. صحيح. فالجاحظ واحد من العلماء اللي قدم بعض الملاحظات على تطور مثلا ابن طفيل مثلا في حي بن يقظان، قدم بعض شيء كذي، يعني واحد يساعد واحد الى ان ياتي واحد يعني يتوي يتوج تطلع مع النظريه اللي هو تشارلز داروين. بس يعني تشارلز داروين انا باعتقادي الشخصي ما كان راح يقدر يطلع بنظريه لو ما في هذه الاشياء اللي سبقتها، يعني العلوم او اي طبعا أو مو بس تشارلز، اي شخص، أي عالم شخصي. اي عالم يعني هو نيوتن طبعا قال ان انا وقفت على اكتاف العظماء، واي عالم يعني ما كان اكثر شيء اي كلام على واقع هم سابقين أصلاً إلى الغلاف ولا شيء أعلى منا ثقافة، حتى من السلوم حتى الناس في الجيوم ما عندهم خلف العلم. هذا موضوع حق يوم ثاني ودي أدخل فيه. هذا خلاص أسبوع يا عندكم أحد بس خلصنا كذي. أي تفضل. يعني مو ما تخص الدين، لا هم يستفيدون منها لفهم الدين، لكن كانوا واعين ان لها منهج اخر. الكندي اول واحد، الكندي وافق بين الفارابي في محاضرة ربط العقل بالحكمة والفلسفة او الدين والفلسفة، هم واعين لهذه الاختلافات، واعين ايضا لانها يعني معرفة الطبيعيات غير متعلق بمعرفة القرآن او الدين الا من خلال يعني بعض الامور، ولكن ليست يعني هذا منهج معرفه العلوم الطبيعيه ومن خلال ابن سينا وغيره لما كتبوا في هذا الموضوع. لا، اعتمدوا على يعني على العلم اليوناني ايامهم، لكن ايضا للعلماء اليونان، وليس اي احد من ما راحوا لكاتب مسرحي اعتمدوا عليه، انما راحوا للعلماء اليونانيين اللي كتبوا في الطبيعيات، فهم واعين لهذه الاختلافات. صحيح. يعني انت استاذ صدق يعني لا نذكر لان في كثير من بعض المعاصرين يعني يتهم العلماء السابقين سواء علماء الكلام او علماء الفلسفه المسلمين لانهم يخلطون بين هذه الامور وليس واعين لها، لان الحقيقه هم واعين لها. اي لا هم واعين لها. كان واضح جدا عند سينا والرازي وعي هذا، واعتقد ابن رشد بعد، ابن رشد كان واضح عنده اغلبهم هم كانوا علماء دين وعلماء يعني طبيعيات. يعطيكم العافيه ومشكورين على الحضور. مشكورين على الحضور، ان شاء الله. الله يسلمك.